بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. لحظه بس، من غير اي تعصب ومن غير اي حاجه، عايزين نتكلم مع بعض بالعقل وبشويه منطق. هل في حد طلب رحيل موسيماني بعد الخساره امام الوداد رغم ان الاهلي كان سيء جدا؟ هل حد طلب ان موسيماني يمشي؟ ما حدش طلب ان موسيماني يمشي. هل بعد نهايه المباراه وبعد كل التصريحات اللي موسيماني قالها برضه هل طلب اي حد ان موسيماني يمشي؟ ما حدش طلب ان موسيماني يمشي. ضغط الاعلام، ضغط المحللين، ضغط مش عارف مين. حبيبي الاهلي بقى له فتره طويله مش بيقدم كره قدم محترمه، بس الاهلي كان بيقدم نتائج، ما بقاش في نتائج بتيجي، برضه ما حدش كان بيطلب ان موسيماني يمشي. تمام. طب الكلام فتح امتى؟ لما موسيماني نفسه هو اللي طلع بتصريحات هاجم الجمهور وهاجم لعيبه وهاجم اداره وهاجم اعلاميين. موسيماني هو طلع هاجم الناس كلها، اللي هو بسم الله ما شاء الله، انت مدرب الكيرف بتاع الفرقه عمال ينزل ومع ذلك انت عمال تهاجم الناس كلها، انت مقتنع ان انت صح؟ تمام يا عم. ايه المشكله؟ المشكله دلوقتي انك هاجمت اسماء بعينها جوه الفريق. انت هاجمت محمد شريف، هاجمت حسام حسن ان هو مش بيسجله. طبعا بيرسي تاو راجل بيسجل ودينا بالنسبه له حلوه، وتذكره ان هو بيصنع فرص بنفسه. ما هو معنى انه بيصنع، ما هو معنى الكلام اللي انت بتقوله ده ان المدرب اللي بيدرب بيرسي تاو غشيم وما عندوش طريقه لعب، لان بيرسي تاو لما يصنع لنفسه فرص فده معناه ان ما فيش خطه وما فيش فرص بتتصنع للعيبه جوه الملعب. تمام تمام. طب موسيماني لو مشي هنندم عليه؟ والله يا ابني احنا ما ندمناش على مانويل جوزيه. موسيماني رجع شخصيتك في افريقيا. ايه يا شخصيتك في افريقيا؟ انت بطل افريقيا سنتين على التوالي وبتنزل تدافع قدام اي فريق كبير في افريقيا. موسيماني كان بيعمل اداء حلو، فين الاداء الحلو؟ ماتش الهلال السعودي من كام شهر، ماتش الهلال السعودي ده. موسيماني مدرب كبير ومدرب خبير، فين مدرب كبير ومدرب خبير ده؟ موسيماني كان كل تاريخه في الحياه ان هو كسبنا 5-0 وكسب الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا. انما معانا احنا اللي عملنا تاريخ، احنا اللي بنكبر المدربين يا حبيبي مش هم. موسيماني ما زادش للاهلي بقدر ما الاهلي ما زاد لموسيماني كتير. عايز يمشي يغور في 60 داهيه. انما ما يبقاش مدرب افكاره الفنيه معدومه وتغييراته معدومه ورؤيته في الصفقات معدومه ويطلع يهاجمني يقول لي اصل جمهور الاهلي شايف ان كل حاجه مكسب. لما الكلام ده كان بيتقال ايام اداره محمود طاهر، لما كان في اداره لمحمود طاهر كان في كلام بيتقال من قبل شخص ما ان احنا مش عايشين في غابه، كلكم طلعتوا فشختوه، كلكم طلعتوا فشختوه. قلت له لا، الاهلي نادي كبير والاهلي كذا والاهلي كذا. دلوقتي موسيماني لما بيقول نفس الكلام بتطلعوا تدافعوا عنه؟ ما تبطلوا تعريض بقى، ما تبطلوا ماسك في الراجل علشان خاطر الراجل يكمل. طب ولو كمل بالمستوى الفني اللي احنا عليه دلوقتي، هل هناخد حاجه مع موسيماني؟ بجد والله عايز حد يتكلم. هل هناخد حاجه مع موسيماني بالشكل اللي هو فيه دلوقتي الفريق والمستوى الفني الجميل جدا اللي الفريق عليه، هل هنكسب؟ طب هل انت شايف ان كلام موسيماني فعلا على السوشيال ميديا، في لعيبه بتلعب عشان خاطر عندها جمهور على السوشيال ميديا، واللعيب لما بيلعب وبيسجل بيبقى هو كويس ولا ما بيسجلش بيبقى هو مش كويس؟ عمرك شفت مدرب بيقول كده؟ مدرب بينتقد نفسه انه ما عندوش افكار فنيه فاللعيبه بتخلق نفسها فرص جوه الملعب، مدرب بينتقد شخصيته ان هو كيس جوافه والسوشيال ميديا هي اللي بتتحكم في اللعيب اللي هيلعب اساسي ولا هيلعب احتياطي، وفي الاخر انت اللي بتبوس على ايده علشان يكمل؟ ده ايه البجاحه والقرف ده؟ الله يخرب بيت ام السوشيال ميديا اللي جابت لنا جمهور غريب جدا. وفي الاخر اتمنى ان موسيماني يمشي، اتمنى ان موسيماني يمشي. انا شايف ان موسيماني عمل كتير للاهلي لكنه ما بقاش عنده حاجه ممكن يضيفها للاهلي، لا اكتر او اقل. الحمد لله ان الواحد ما عندوش جمهور كتير هنا في مصر، كان زمان الواحد عمال يتشتم كتير جدا وكان بيتقال لك ان انت عايز تهد الكيان وعايز تنفخ البتنجان، مع ان عارف كويس ان انت مش خايف ان موسيماني يمشي بقدر ما انت خايف ان الخطيب يروح يجيبك مع مدرب يلوشنك، لا اكتر او اقل. بس عادي نمشي كلنا، احنا بنحب الكيان وكلنا بنتمنى التوفيق لموسيماني. ومعلش يا موسيماني نبوس ايدك والنبي يرجع كمل، ومفيش حد هينتقدك، عك زي ما انت عايز تعك وارجع كمل تاني حبيبي. والله العظيم ما ناقص عليهم غير يعملوا كده، وشكلهم هيعملوا كده بجد.